يوم التأسيس. 3 قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود. في 22 من فبراير 1727 ميلادي مرت بها منطقة شبه الجزيرة العربية بمنعطفات تاريخية وانقسام وفرقة بين أبنائها. وها نحن اليوم في 22 من فبراير من كل عام، يوما نستذكر فيه تاريخنا العريق الممتد ل3 قرون ودور رجالات الدولة في توحيد هذا الكيان الشامخ، المملكة العربية السعودية، وطنا عظيما شامخا وامتدادا لتاريخ عظيم.